تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم واحد التشكيله جلال اللي صيدنا اللي حنا بدينا معكم صبتنا بدينا معكم. المهم ما الزواك تفضل عرفتي رانا في واحد الجو والثلوجه تبارك الله برا ودخلنا وبغينا نصوروا معكم. غادي نبداو ان شاء الله بواحد الجلبه الاولى اللي خيطناها لابتسام. الجلبه ابتسام وبصحتك ابتسام طلعت جلابه غزاله لبسيها بالصحه والراحه غزاله. غادي نوريكم الموديل ديال ابتسام كيفاش جات. هذا هو اللوين كما كتشوفوا خدمناها مزيانه. ها انتما كتشوفوا البنات درت لها الضفيره باليد صراحه جات فنه راها شويه ما بيناش بزاف. كنتمنى تكون باينه لكم الضفيره ديال اليد كتجي غزاله وطريزه اللي ترسمها واللوينات. ها انتما كتشوفوا اللوينات كيفاش دايرين جاوا فنين وفتحوا الجلابه والصراحه ما باينش اللوينات ولا الجلابه خدمه ديالها اللوينات باش اللي خدمنا لها طلعوا لها فن. طلعت لها الصراحه الجلابه فنه بصحتك ابتسام طلعت جليبه غزاله لبسيها بالصحه والراحه ابتسام. ها انتما كتشوفوا هذا هو الجلابه اللي صايبناها لابتسام ان شاء الله. مرحبا بك ابتسام جلابتك واجده مرحبا جيت تاخذها. ايوا جبتها ابتسام اجي خذي جلابتك حتى ما يبدا لنا ونلبسوها نبيعوها وحده فيهم حيت راه حماقوا عليها كيشوفوها اللي شافوها معلقه الصراحه عجبتهم. هانتوما كنتمنى تعجبكم الخدمه. شوفوا الضريس كي داير رقيق اللوينات تنبات درنا شي حاجه هماويه وزوينه صراحه تلبسي بصحه وراحه الخدمه متقونه الماكينه ولكن تاع التدوار كيجي بحال جديد شي حاجه مزيونه تنبات حتى هو داير التنبات. هانتوما دابا ان شاء الله تلبسها ابتسام وتشوفوها ان شاء الله. دابا صوره ان شاء الله من بوسان حيت ابتسام ما قدرتش اليوم تجي. واه هانتوما كتشوفوا بصحتك ابتسام تصور بهذا المعلم وهذا التخراب ياك. واه التخراب في الكمام درنا دخلنا جوج خديمات فيه كي كتشوفوا. هانتوما خدمه المعلم طلعت واعره شوفوا البنات المعلم كتجي فنه كتجي غزاله والخدمه رقيقه ومفينيه صراحه. انتما الضريس انتما رقيق وغزال وليديدات درنا له التخراب كي كتشوفوا هاد الرشيمه اللي خفيفه وجات فنه باش تشوفوا الخدمه كيفاش طلعت. هذا التخراب بالكاويه القبير شوفوا البنات الخدمه هي خدمه ديال الماكينه ولكن ما تقولوش الصراحه بالماكينه. ها انتما كنقرب لكم الضريس اللي كيجي صراحه متقون ورقيق القبيب متقون كما كتشوفوا هي الخدمه من هنا باينه ما كاينش نهائيا لا ما فيهش الصراحه الخدمه الصراحه متقونه. ها انتما الجليبه هذه ضغوه ماشي ديال ابتسام كتاف طايحين جبليه وهذه درناها ضغوه صالتها ضغوه يعني هباطه وافتتاحات الجناب صغارين كيجيو. ها انتما كتشوفوا هادي الجلابه اللي كنا خدينا داك التويبات تعطلنا عليكم شويه كي بغينا حتى نوجدوهم عاد نشاركوهم معكم الصراحه. هادي الجلابه اللي كنا عاودت ليا خدينا غنديرها لكم في العلاقه. المهم هنايا في الدار ما عندناش مانكا باش وانا الصراحه ما مشيناش للمحل هذا النهار صورنا لكم غير في الدار على حسب المانكات. ها انتما الجلابه الاخرى هاد السميه هادي هذا خدمناها بعين عقده وهنايا بالبرشمان درنا داك الترزيزات صراحه جات فنه راه الصراحه اللوينات ما كيبانوش والخدمه ما كتبانش في كيفاش كان كيفاش صراحه في الواقع صراحه. والكميمات هانتوما كتشوفوا درنا فيهم هاد السواس هكا خدمه بلديه اللوين حيت فيه وهو فيه الثوب فيه هاد الزيتي هكا هاد الخضيدر هذا راه فيه. هانتوما كتشوفوا القبيب واه هانتوما القبيب ديالها البنات كتشوفوا. المهم جات الخدمه ديالها غزاله الله جات حنا وياك جات فنه والضريس ما نقولكمش خدمه رقيقه ما تقولوش انها الخدمه ديال الماكينه ديما صراحه متقونه ونقيه. هذه هي الجليبه دابا نلبسوهم حداكم غادي نلبسوهم ان شاء الله حداكم غادي تشوفوهم كيفاش غادي تشوفوا في اللبسه كيفاش كيجيو. ها انتو بعدو شويه باش يبان
حيت صراحه ما كيبانوش اللوينات كيف بحال الواقع. وهذه حتى هي جبليه كتيفات طايحين. هذه ما ديري لا لجيه ديري لا لجيه بالعين ما نطروزين ما نطروزين ما والو عادي كنمشيو على حسب اللي بغى شي حاجه كنديروها انا. اللي بغى اللي كيبغي الجب كنديروا الجب على ضرر، اللي ما كيبغيش كاع تهود مسدوده كنديروها على حسب كل واحد شنو كيبغي حسب الجب. عندنا هنايا واحد القفيطون ديال جوهره جوهره بالخدمه ديال المعلم، حتى هي كتجي خدمه زوينه بزاف. ها انتم غادي تشوفوا عاود جوهره وتشوفوا الخدمه ديالها كيفاش طلعت. الصراحه طلعت فنه. ها انتم شوفوا الزواقه بالتنبات، خدمه رقيقه وبالسبوله جات غزاله. جا هذا جا راقي راقي بزاف الصراحه. جات جوهره ها انتم حتى هي كتجي فنه. كنتمنى تعجبكم هاد البياسات هادو اللي وريناكم. السفيفه هادي هادي سبوله، السبوله ديال السم، السم الحر، هذا السم المزيان ولا قيدات فاسيين. صراحه خديمه فنه. ها انتما كيفاش كيجي واللوين غزال. حنا قلنا لكم المانكات حنا ما صورناش في المحل، ولكن نقولوا لها من هنايا الحاجه بصحتك وراحتك. جلابتك راها واجده، جلابتها غزاله طلعت لها بالدبانه الصراحه. خديمتها هي رقيقه وجات فنه، تلبسها بصحتها وراحتها. ها انتما الخديمه كيفاش كتجي، دبانه رقيقه وهذه وسفيفه بلديه. هذه مليفه ياك؟ وهذه مليفه، هذا الثوب المليفه. ها انتما البنات كي كتشوفوا الخديمه رقيقه والضريس رقيق زوين. يسمحوا لنا رانا معذبين شويه في التصوير نسينا ما جبناش هذيك الرجيله. ما جبناش الرجيلات علاش صح. ها انتما البنات كتشوفوا كيفاش طلعت هذه. هذه حتى هي فصلتها دغوا، مولاتها بغاتها هكا وجايه بنتفونين، ما عندها لا افتحات لا والو، بغاتها هكاك يعني كتجي كلها مبلعه. ولكن الصراحه فنه في اللبسه، بغاتها لون في اللون واللون في اللون. ما بغاتش مرا كبيره وهذه ما بغاتش، وكدير القبيب الكبير. ما شفتوش القب، ولكن هي كدير القب الكبير نتاع التام ديال التام. داكشي علاش صحتك وراحتك الحاجه طلعت لك جلابه غزاله. ها انت ها انتما تشوفوا جلابه سعاد كيفاش جات، جات غزاله. ها انتما تشوفوا الصراحه، انتما شوفوا اري الكميمات سعاد، يشوفوا الكمام كيفاش مخدومين. ها انتما جات فنه وجليبه جات غزال، ضريس جاي غزال. ها انت يا الضريس كيفاش جاي جليبه. بنات نوريكم القبيب كيفاش جا الطريزه اللي عنده. ها انتما القبيب كيفاش جا صراحه جلابه غزاله. بصحتك سعاد جاتك فنه. مرحبا بكم البنات، اللي بغى بحال هذا الموديل نديروه له. اللون هذا الا لقيناه ما عرفتش واه نديروا له بحال هذه الخدمه. شنو نقول لكم الصراحه طلعت لها جليبه كتحمر. حنايا هادو بحال اللي بغى بحالها موديل، حنا درناهم غير شونتيو موديلات هكا، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. هانتوما كتشوفوا الجليبه كتجي غزاله، كتلبس هكا اللي بغى يلبسها قصيره ولا اللي بغى يلبسها طويله. يعني اللي بغى يجي حتى الثوب ديالو والثوب الموديل هذا صايبو. اللي بغى يخلي لنا يتواصل معنا في الانستغرام يقول لنا العبارات ديالو، حنايا نصايبو. حنايا هي اللي بغى هو يتكلف هي. هذا الموديل د الجاوج اللي خدمت ليها خليفه كما كتشوفوا الخدمه ديال المعلم، وفي اليدين الطرز الرباطي تسواس. ايوا ها انتما الطرز الرباطي مسوس، هذه بلديه، هذه واه بلديه هذه بالماكينه ماشي بالكمبيوتر. الرباطي ديال الماكينه هذه ماشي جبليه، هذه هو هذا دغوا. واه فصلتها دغوا. شوفوا خدمه المعلم، خدمه المعلم كتجي غزاله. من هاد البنات ها انتما كتشوفوا هذه فصلتها دغوا كتجي. ها انتما الخدمه كيفاش كتجي. درنا دخلنا جوج خدمات في جلابه واحده،
دخلنا الخدمه ديال المعلم ودخلنا الرباطي في هكا تسواس ورشيمه بلديه، خدمنا على الرشيمات البلديين ديال زمان، جبدنا الارشيف البنات، جبدنا الرشيمات القدامين وانتم كتشوفوا بدينا نطبقوهم دابا. لان رجع دابا تسواس ورجع الرباطي الصراحه رجع بواحد اللي بغى البنات اللي بغى بحال هذا الموديل مرحبا، اللي بغات بحال هذا الموديل هذا اللي بغات حنا نتكلفوا لها بالثوب تواصل معنا في الانستغرام، الا بغينا حنا نتكلفوا لها بالثوب ونخدموا لها بحال هذا الموديل نخدموه لها، بغات هي تكلف بالثوب ديالها وتجيبه وتخدم بحال هذا الموديلات هادو ما عليها هي تجي للمحل راه في القتال. صافي مرحبا بها. المهم يتواصلوا معنا في الانستغرام ديك الساعه نعطيهم الرقم تليفون ولا نقولوا لهم فين. المهم مرحبا بكم، كما كتشوفوا الخدمه راه متقونه، مخدمه على الخدمه ديال المعلم ولا الطاز، ماشي هذيك الشيء زعما ديال السوق، راه ماشي الخدمه ديال السوق، راه هذيك الشيء متقون وبالرقيق، ولكن الخدمه الرقيق كتبقى لا كتبقى زوينه الخدمه ديال الرقيق كتجي مزيانه. المهم الفصاله كان عجب ليا، كاينه دغوا اللي بغى شي حاجه كنديروها له. نلبسوا معكم واحد القميص نتاع جوهره ان شاء الله. هذا القميص ديال القفطان، هذا راه القفطان قفطان ديال جوهره بالخدمه ديال المعلم وملبت ملبت. هانتوما رانا شرحنا لكم الخدمه قبيله، المهم عادي نوري الكميمات. الكميمات صراحه كيجي غزال، راه جوهره كتجي حتى بالخدمه ديال المعلم كتجي رائعه، يعني حتى براندا كتقنها ولكن حتى الخدمه ديال المعلم ما نقول لكمش كطلع فينا. السبوله خدمناها بالسبوله والخدمه ديال المعلم، والضريس الضريس هكا اللي بالتنبات عوينات معمرين بهذا بالزمرد، هانتوما كتشوفوا المهم البنات هذه هي نهايه الفيديو ديالنا، نتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى ايضا تدعمونا بالاشتراك ديالكم اللي كيتفرج اول مره فينا. موديلات اخرين غادي نوجدوا ان شاء الله، موديلات اخرين ان شاء الله ونوريه لكم ان شاء الله يا ربي. ما عليكم الا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وما عليكم الا دائما تدعمونا بالجيم باش يوصل الفيديو جيم جيم جيم، ما تبخلوش علينا بجيم جيم صراحه وكومونتير باش ان شاء الله نزيدوا القدام ونعطيكم حويجات اخرين جداد. ومازال من هنا ورد الفوق ان شاء الله مازال موديلات، غادي موديلات مازال موديلات ان شاء الله. دابا كما كنقولوا الشتوى راه صافي بدات ما عادش بقى هاد لا غادي نبداو في الحويجات ان شاء الله ديال الربيع والدخول ديال الاعياد ان شاء الله، العيد الصغير والعيد الكبير ان شاء الله، موديلات ان شاء الله جديده. ما تنساوناش غير شجعونا ان شاء الله باش نجيبو لكم كاع الجديد كاع اللي كيعجبكم. بغيتي نقول لكم اللي عجبها شي موديل ما عليها يتواصل مع خليفه في الانستغرام ديالها، راه غادي نحطو لكم في صندوق الوصف. اللي بغات نتكلفوا لها بالثوب نتكلفوه لها، اللي بغات تجيب الثوب ديالها مرحبا به تجي للمحل. المهم دابا اللي غادي يتواصل معها غادي تقول له فين جا بالضبط، وعادي تعطيه النمره التليفون ولا الواتساب وعادي تواصل معها هي. بالنسبه لاي موديل بغيتو اي موديل شفتوه في اي بلاصه نقدروا ان شاء الله نديروه، كان خدمه المعلم كان طرز رباطي كان سراندا، المهم اي حاجه مرحبا. وحتى الاثمنه مناسبه، الاثمنه غادي نركز على الاثمنه، الاثمنه غادي تكون مناسبه مرحبا، ماشي الاثمنه مناسبه راه فوق المناسبه عندنا. مرحبا غير مرحبا شجعونا دابا نتوما كتشجعونا ان شاء الله باش نجيبوا لكم الجديد ان شاء الله ان شاء الله. ومازال كما قلنا لكم مازال غادي نحطوا موديلات اخرين ان شاء الله، شي موديلات يعني روعه غادي يكون ان شاء الله، غنخليوها مفاجاه ان شاء الله، موديلات اللي زوينين ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.